مصليك رسول الله مصليك باش بغى يقطع هاد الطاكوس اخوتي دواور باش يجي في اللانش بول. قلت لك بيغسلها وقلت انا نغسلها. واش دابا نتوما بجوجكم دابزينش كل ولا لا يغسل؟ شحال فيكم باز؟ انا المميز، انا البطاطا وانا المغيز. انا اسماعيل مقاتل معاكم في الاكس باغي نحلوه اخوتي راه ما يمكن. انا البيتزا اخوتي تخيلوا معايا صايبناها في الدار باش نديروها في اللانش بوكس ديال رانيا. باش يجي في اللانش بوكس. نزاز دير لايك. واش اخوتي ولا عاوتاني فكره جديده وزهم معك. المهم اخوتي بما المدرسه قربات عاوتاني الدخول المدرسي والادوات غادي نديرو استعدادات غنشوفو شكون اللي غيصنع احسن لانش بوكس. راني اخوتي باش اخوتي باش ما تكونش الوالده نديباني انا ونمكيك نشوفو شكون اللي غادي يقلد رانيا احسن غوتي في العالم. وما تنساوش اخوتي هاد الفيديو هذا بغينا نوصلو ل 20,000 لايك. يلا كلشي اللي كيتفرج قبل ما تبدا هاد الفيديو هذا ولا تعرف شنو واقع انزل دابا ودير لايك نبلبلو اخوتي وكنبغيوكم كاملين. كيما كتشوفوا معايا رانيا شنو داكشي اللي هازه في يديك؟ جوج شوبينات غوزين كما كتشوفوا. هاد جوج شوبينات هادو هما اللي غادي يعمروا رانيا اللي عمر احسن تعميره احسن لانش بوكس هو اللي غادي يربح. وراه انت نجا التحكيم صافي. كما كتشوفوا معانا لمكياك ومعانا اسماعيل هادو هما جوج متنافسين المشتركين معانا. جوج طيابات وجوج طيابين. كتهضر بالله لك طيابه يا صاحبي. انا طيب ماهر خويا راه طيابه بوحدي. انت طياب ياك صافي. اصلا شوف من الحطه كيبان بالله اسماعيل طياب وانت طيابه. الطيابه. المهم شكرا بزاف للناس اللي دعاو مع لمكياك. بسببكم انا نايض اليوم. وي اخوتي دعوا دور 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 ولهم الشعير. لا طيابه. واش مستعدين؟ واجدين؟ اليوم التحدي اللي عندكم هو نشوفوا شكون اللي غيصنع احسن لانش بوكس. لانش بوكس ديالنا احنا ما شفنا والو معكم ولا شنو؟ شنو سميتو؟ لانش بوكس. حنا كنا كندوا في القاعده صاحبي. ضربه اللي ضربوا على كرسي. وكما كتشوفوا اخوتي هادو هما المكونات اللي جبت ليهم. ويلي خصهم يعزلوا شنو هما المكونات اللي غادي يجيو ناضين وزوينين في اللانش بوكس وغادي يعجبوا رانيا. انا عاوتاني على البيتزا. ويلي لا البيتزا ناضية. وكاين عاوتاني هنا كومفليكس ايوا نسكوي ناضي. شحال كلينا هذا اخوتي في الصغر؟ واش ما نعرف. المهم كلينا. المهم اخوتي ويلي هذه ديالي اسماعيل. شو مالكم غير شرحوا لي مالكم. شرحوا لي مالك. هذه ديالي يقول لك بيغسلها وقلت انا نغسلها. واش دابا نتوما بجوجكم دابزين كل ولا غيغسل؟ باش انا نصبخ ونوجد الكوتي رانيا. سير انت الكوزينه غسل. والله الا سير الكوزينه سير. وراه طاستو هذيك. الله سير والله الا تلقاك بعدا تلقاك اخوتي. هذه الطاسه هذه الحديد هذه بحال ديال الحباسه. راني حباسه. اش بالك راني فات المفروحين؟ مفروحين انا ما عنديش نصيبو ديال لانش بوكس. ما غيصيبو لكش كيما بغيتي واقيلا. المهم واحد كيغسل هنا وواحد كيغسل هنا. انا عرفتي الا جمعتكم حيتاش رانيا خصهم يعزلوا المكونات اللي غادي يحتاجوا في لانش بوكس. وكاين فيكم اللي غاتجي في ديك الحاجه اللي باغي وكاين فيكم اللي غاتجي في ديك الحاجه اللي ما باغي. المهمه صعيبه. قال انا اصعب مهمه سهله. مهمه صعبه. راني عرفتي علاش جبتك معاهم. علاش؟ حيتاش انت اللي غادي تعزلي شكون فيهم اول واحد غادي يبدا يختار اول مكون. واللي تذكر اللي تذكر راه هنايا خصك تطلع ليا فطور وغدا وعشاء واقيله. حيت كاين هنا هذا ديال الفطور هذا كيجي مع ديال الغدا ولا العشاء. اش من عشاء؟ على انتم كتبقاو حتى العشاء. اولي غير فطور غدا. فطور غدا. ما ديوش عليا. ما ديوش عليا. قال لك مع الجاي ديروا السحور.
في رمضان ويلي ولي جيت طلع زرع. المهم اخوتي وكاين بزاف ديال المكونات غتحتاجو الفطور ومكونات تحتاجو في الغداء. شنو كنستنتجو هنا باللي غادي يتجمع الفطور مع الغداء مع العشاء؟ لا لا العشاء ما كاينش ما كاينش مازال ما عرضناش عليه. كنستنتجو من هنا هو هادشي كامل غيتكر في دقه واحده. شوف راني عزيز شكون فيهم اول واحد غادي يبدا يختار. اسمعين وانت بس عرفتي راني كيعجبها الحار ولا ما كيعجبهاش. المهم درتي شي حاجه. ولكن هذا ماشي حاجه. ماشي حاجه الصوص ديال البيتزا. واو لاصوص. لاصوص بشاميل. يلا اسمعين بيلي اول حاجه تختار. اختار كونفليكس. كونفليكس مزيان. اللي ما كيهيكش شنو غادي تختار. اول حاجه واهم حاجه واول حاجه. اويلي. هي تشيبس. هذيك اللي كترطق. هذه اللي كترطق كتجي واعره. اللي كتكبر ماشي اللي كترطق اخوتي. اللي كتجيبوك دجاج كلشي. ديال التغميره. باش تجيبوك التغميره اللي دابا. سير اسمعي ثاني حاجه شنو هي؟ باش عندي كونفليكس. هي ستحتاج شنو دابا؟ الحليب. الحليب. فهمني. واحد كاين حليب جوده. ويلي 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 ويلي. حليب. ويلي ويلي خويا حكليني. المهم اخوتي ثاني حاجه اللي غيختار المكيكلي هي ثاني حاجه وثاني حاجه وثاني حاجه شنو هي؟ هاد الورقه ديال الطاكوس. وماشي تسهل عليا المهم. لا هادي ماشي بيتزا. لا طاكوس هادي صافي. واه باش غنعمرها الله اعلم غيكون الخاص داكشي. عمرها بالبطاطا. اويلي راني بالبطاطا غيولي طاكوس عالمي. اويلي راني لاش بوكس غادي معاك. غياكلوني غيغلطوا لي المالح مع الحلو. شي حاجه ما كاينه في المغرب. ناري شي حاجه خيال. يلا اسمعين بيلي شنو غادي تختار. زيد 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 انا حاب. يلا اختارتي كونفليكس وجوده. شنو غتختار؟ ما غاتختار. ناخذ لي باغي ناخذ لي قرعه ديال الماء. سير زيد ورا قرعه الماء كاينين بجوجكم هاك حتى انت قرعه الماء هاك. كيفاش تختار؟ ما تجيب لا صافي خلي عندك دابا عاوتاني نختار. يلا اختار اختار. قلت لك صافي اختار لي. وانا ما غتختار. لا ما عمرك تختار لي وانا هنايا. تنموت وتختار صاحبي ما عمرك تختار لي. ورا الماء ونفرق نفرق نفرق نختار انا ما يختارش دابا هو. وانا ما نفرق صافي خويا مكلخ. انسان بارد. سيرتي يلا زيد شنو تختار دابا؟ دابا انا ديما في الصباح كنشوف رانيا كتمشي كتاخذ هاد نايس. خويا بقى يفكر شنو تاكل رانيا. اللي كان كيقرا دري واحد جايب سته في الفيتا والله الا ناضي. يلا سير سير عندك تما اش كاين تما المكيك شنو اللي نختار انا داكشي كاع المليح. ايوا هادي واخا لا تحتاجها في الورقه. انا عندي كلشي داكشي كاع داكشي اللي قال بغي هو اللي اختار. اللي كتبغي انت. الناس كتبغي السقاطه انا كنبغي داكشي المليح. ويلي 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 شو السقاطه مع هادشي المليح المليح اللي تذكر اخوتي كاين حتى هذا واحد لواحد. ها هو قلت لك ما تبقاش صاحبي تختار ليا انا اختار راسي. وكنقول لك كاين واحد تقول ما تختارش ليا. اويلي اويلي علاش حنا زعما تقاسمناها معاك ما بغيناش نديو جوج شي حاجه. شوف دابا شنو بقى هنايا؟ بقى دارون حتى هو حاجه لواحد. هاد لانش بوكس هذا كيتشابه كيبان ليا حاجه لواحد. كتبقى غير داكشي ديال الغداء. ديال الغداء هو اللي خصكم تختاروا فيه. هذا خصنا نطيفوا عليهم. باقا راني وبلاتي بلاتي شكون قال لكم راني كتبغي فانتا؟ شكون قال لكم كتبغي سبريت؟ يعني شوف غدير زيمبومباح. زيمبومباح عارف شنو كتبغي. زيمبومباح 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 مطيشه مطيشه ديال البطاطا. جولي 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 وهاد فرماج الاحمر. يلا الكيك اختار. يلا اول حاجه ما تنصحنيش لا باغي تنصح الطون. عطيني الطون. وزدت الطاكوس. والطاكوس بالطور كيطلع. اللي تذكر باغا كاينه بيتزا تبغيها. انا دي بيتزا يعني انت شنو باقي عندك؟ كاين عندك فرماج ولا صوص؟ وعلي راه دابا يمكن ندير ليه لاصوص واخا ما عنديش بيتزا. هو غيحتاج سميتو هنا تعطيه لاصوص. تختار ليه؟ وراه انت غتحتاج فرماج. هو راه غيحتاج انت فرماج يحتاج في بيتزا. المهم اخوتي كما كتشوفوا ها المكونات ديال سماعين وها المكونات ديال المكياج. شنو مالكي؟ زيدي اويلي ولكن ما كنبغيش سبرايز. شنو كتبغي؟ كنبغي فانتا.
وبرشتينا دابا راني شوف نقول سبريت هاني ما كتبغيهاش ولكن حاجه اخرى تكوني كتبغيها. انا اخوتي المطيفه كاين اللي دا الفرماج ديال البيتزا دارو غيديروا في طاكوس وكاين اللي دا ديال طاكوس غيديروا في بيتزا يعني داكشي مربش. راني غادي تحير شنو هو احسن لانش بوكس ما بين هاد الجوج اخوتي. حتى نتوما دابا غتزل لي كومونتير وغتقول لنا شكون اللي بان لكم بالله راه غادي يعجب رانيا ولا عجبكم. حتى نتوما تولنا في لي كومونتير ونزازل نازل دير لايك عاوتاني وبالبلا بلي لايك ما كاين اي لاك 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 لاي لايك عين. هاد الخص هذا غيحتاجو المكيك يعني تدي ولا تخليه ليه نديه انا باغي يجيك في البيتزا اذا نخليه خليه ليه مسكين خليه ليه شوف نخليه ولكن المره الجايه غادي تدي ليه وانا مكيك حبيبي اش هادشي هادشي بس التبصير وهاد اللعيبه ديال التقطاع شنو كاين تما ميني تاكوس ما غنديرش داك التاكوس المهور غدير هاد الطاكوس هذا غتقطعو وديرو دوابر انت غندير داك ديال البوف باش يجي في اللانش بوك يجينا دي كاماتي تك 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 اللي بغاني انا رجعت ليه ويلي وانا البيتزا خوتي تخيلوا معايا صايبناها في الدار باش نديروها في اللانش بوكس ديال رانيا. انا المكيك اخوتي شو كيفاش بغا يقطع هاد الطاكوس اخوتي دوابر باش يجي في اللانش بوك. انا اخوتي مشروعي جديد اللي بغى شي حاجه نحط لكم النمره هنايا المقابط ديال الشير علاش هاد المقابط ديال المشير باش غنشر الطاكوس ينشف شو المقابط اخوتي كيدير اللي غادي يحتاج اخوتي في هاد الطاكوس هذا انا حبيبي انا واش هادو كيتكالوا ولا غير مقابط هادو هي مقابط اصاحبي غير الطاكوس باش ينشف اصاحبي راه فاز غادي نرغنوا اليوم ناري ودابا كيفاش غندير الطاكوس غندير المقابط بحال هكا يا حبيبي نشوف زيد وكي ما عنديش الطفل باش غنشد هاد المقابط ويلي 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 صافي غتساهم صادق غتساهم صادق راك عارف شكون الصادق مكياك انا حبيبي اسماعيل عطاك الخوص يعني انت خصك تعطي شي حاجه البيتزا ما يمكنش تطلع خاويه ما نعطي ما عندي والو كاينه واحد الحاجه خصك تعطيها لي ضروري اللي هي الطون الطون عزيز عليا وبحال قلبي انت ما غتحتاجوش الطاكوس أيه؟ يعني غتعطي لي هكا اسمع نخدم اخويا راه شتك تحقرتي تيجولي وصافي واه كما كانت البيتزا احسن موجك ولشي كيدير البيتزا هذيك قدات لنا اخوتي الوالده حيتاش ما شريناش ديك البيتزا اللي كتكون ديجا مقاده نص طايبه وهذه جابتها امي ما عرفتش واش بيتزا ولا مقاروني ما جابتهاش راه صايباتها لا فاش صايباتها دابا شنو كتقول لامك يلا دير جولي ودير مطيشه حتى عندك ربحتي مطيشه يلا حل مطيشه وبين ليا كما كتشوفوا اسماعيل غايب داك بيتزا اسماعيل هذا المشروع ديال البيتزا وانا درت المشروع ديال المقابط اللي بغى شي حاجه النمره حطها لي محمد واخا هي النمره 0670 مالك المكيين ما كيعرفش يختار هذا روبو اشنو بقى كيدير هو بقى كيختار السقاطون ودي داكشي كاع دابا هو يخصو الفرماج عطيني يعطيني شي حاجه والله لا عطيتو شي حاجه اش غتعطيه دابا حيت خصك ضروري انت الفرماج في البيتزا ديالك تعامل اخويا تعامل اخويا تعامل شوق سمعت تعامل انا اخويا تجيني كبير الخص وانت تعامل انا اخويا بقى انا تعامل اخويا تعامل معاك نعطيك شي حاجه اش تعطيني عطيني البيتزا هذه اللي دايره لنا كاع الفيلم صافي سالي عطيها لك راه عطيه فرماج المهم شو كيدير مطيشه صاحبي قضي 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 راني جبال لك في هذا جبال لي ما تاخذوش بيتزا عند اسماعيل اللي فيه الجوع والقصايم نمسح النمره نمسح النمره امسح لسلامة الناس لا لا قبالي يا غادي خليه يدير واش هي بغيتي غادي تجينا ديال خليه يدير لانش بوكس اللي بغاه هو غنشوف بيتزا بمطيشه واش هادشي اصاحبي لا راه هي هذيك مزيانه بمطيشه بالخضر اش تما المكياك انا وقت الفريت العفريت كيفاش عفريت تاع عفريت وغرق لك في الزيت المهم اخوتي دابا غادي يقلي هاد الفريت هادي هادي اللي بغاها غنجيبها ليه حتى للدار والنمره النمره راه حطها محمد وعاود مسحها بسبب ديك البيتزا ديال اسماعيل ما تمشي نمره جديده يلاه تسنى دابا الزيت ينسخن ياك يسخن العفريت ها هو كيبقى بقى نحن الاغراق واو اسماعيل الخبره قال لك الغرض النمره المكيك غرض النمره تا شو كيدير هادشي وعلى ريحه ديال المقارنيه المكيك وبيتزا هادي اش بان لك والله الا ناضيه رانيا بيتزا اش من بيتزا واو 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 عيطه داوديه راه حق جر ويلي شو كيفاش غدرجو دور انت كب يلا واحد جوج ثلاثة مستر اسماعيل لا مستر فريزي حيت يوس اللي عطاه الطونه هو خلاه ليه باش يدير في هاد الطويكيسات ديال لانش بوكس اخوتي ياك المكيك ديال البيتزا المشروع ديالي الجديد فين هاد الجديد هذا اصاحبي انا نبيعو ان شاء الله والله الا بصح زوين وانا صاحبي هاد الطاكو وخلا لي اخوتي تا الفريماج الفرماج داكشي ناضي والله الا مشروع معاه زوين تعاون معايا ومعاون معاه كيدير داكشي المقايضه ما حال حدا ما حالو هو ما يجيب عندي ما ندي عنده ما علاش كل واحد يسيق بالماء ديال المحل ديالو علاش الماء هو المشكل الماء غالي الله عليك
رسول الله إيه والله نصلي لك يا رسول الله والبيتزا في الله والبيتزا في الله والبيتزا في الله والبيتزا اللهم صلي عليه يا رسول الله والبيتزا بعدو من البيتزا يلا تتسخى شوف اخوتي مقابل الفريد ديال المكياك بطاطا واو كي داير اللوان واش هاد النجمة هادي غوزية لا يسيب علينا في هاد اللانش بوكس اخوت او شحال فيكم باز انا المغيز انا البطاطا وانا المغيز ويلي 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 لانش بوكس لانش بوكس ويلي 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 صحيح ولا دابا هو جديد وراه ديما كيكون جديد لا كيكون قديم باش كيتحل لا كيكون مدوز مده عند مولاي وتا حل وما انت هذا راه مدوز مدوز كون جديد دابا ليا انا بغيت نرجع معاه ويلا وتعلى اخوتي بصبع يلا سير شنو غادي نجيب بعدا لانش بوكس هذا هو لانش بوكس ديالك انت اللي عزلتي يلا سير شنو غادير فيه دابا دير شويه هنا وغتكون فيه الحليب داكشي ديال القطاط فهمتي واه اختي قطاه يا اختي رديتها قطاه ولكن هاني هاني القطاط زوينين ولكن اختي ماشي قطاه يا لا ماشي قطاه هاني القطاط مزيانين واه اختي دير الحليب زيد دير الحليب هي عرفتك تفروحتي دير الحليب ماما غادي كما كتشوفوا دابا سمعر غادي الحليب في لاش بوكس مع هاد كونفليكس دراري واش كيشرب واش ولا طوربه وكترجي كترجي كترجي عندك تاكل يسحبك حبه الملوك يا واخيرا سلام لانش بوكس رانيا دابا غادي ندير لهم سليماتيك كل واحد فيهم من بعد انت غادي تقول لنا شنو هو احسن واحد رانيا كيما شتي هذا هو ديال اسماعيل وشافوه في السليماتيك اخوتي قدامهم شنو هو الديفو اللي فيه كما كتشوف اخوتي دار الحليب والحليب ما خصش يديرو خصه حاط يشري ساشيه تكون صغيره ديال الحليب ويحطها مع هاد الضنب باش هي اللي تكب راسها وتاكل عاد الله قول لي اشنو واش هذا غوتي ولا براد ما كاينش كريكيتاش واش كيبرو ما ديال البوبوش ما كاينش كريكيتاش ما كاين كريكيتاش انت دير جوج درهم ديال البوبوش تاكل هادشي اللي عندي هنايا وحنا ما عارفين شنو عنده تما رانيا شحال تعطيت نقيط على 10 لهاد لاش بوكس بات البيتزا نايس 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 8 ونص الفكره ديالو واعره ديال الحليب صراحه صراحه انا وشاف البيمو البيمو مخبي هنا يا خوتي المهم دابا غنشوفوا لانش بوكس ديال لمكيا وكيف كتشوفوا كنوريكم لانش بوكس ديال المكيك دابا كي جا كرانيا حتى حاجه ما تعبيك واه داكشي ناضي ويلي وفرماج انا بطاطا ويلي قلت لكم الصراحه غندير المشروع ديالي بصح ما عرفتش نصايبو راك عارف شكون اللي صايب عاوناتك امي بابا اخوتي كما كتشوفوا هذا الشيء راه بقى خارج شنو البلان راني كديريه في الكرطاب ولا شنو ديال لانش بوكس ايوه واسمعنا اخويا واخا هكا كتشري درتي غناكلو انا واعر بان لي بيتزا ناكلو بجوج نافي ناضي ممكن ما كتشوفو المكيك ولا الربح الحمد لله كلشي زوين ديجا في المقلا يتقلى المهم الخوت انا كتبت نساش ديرو لايك سبسكرايب في راساتكم اي جديد وكنبغيوكم كامل وعندي واحد الميساج دابا الصيف تصيفوا ونشطوا مع راسكم وقت القرايه ما بقى لا والو كلوا مزيان وكلوا تشيشه اها وكلوا بيتزا